نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم انتهاء فترة تقديم الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، ولا طعون إلى حدود مساء أمس. وزارة الفلاحة تدعو إلى تأمين صابة زيت الزيتون، واتحاد الفلاحة يطالب بتوجيه الدعم من الزيت النباتي المورد إلى زيت الزيتون. وصول شحنات إضافية متتالية من القهوة خلال الأيام القليلة المقبلة. المكملات الغذائية ومدى فعاليتها في تحسين الصحة العامة لدى الأشخاص محور تقرير في النشرة. وفي العالم، مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح للأخبار مساء أمس عدم ورود أي طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني من فترة الطعون التي تمتد على مدى 3 أيام وتنتهي اليوم الخميس. وأضاف المنصري أنه في حال عدم تسجيل طعون إلى حدود اليوم، فإن مجلس الهيئة سيصادق غدا الجمعة على النتائج. لغاية الآن لم يرد على الهيئة أي طعن، وننتظر إذا في صورة ما لم يرد أي طعن تكون النتائج إن شاء الله نهائية. بداية من يوم الجمعة ستتم المصادقة رسميا على هذه النتائج، وفي صورة وجود طعون أكيد وأنه بس ننتظر مآل هذه الطعون استئنافيين وتعقيبيين، والأجال تقريبا المحددة القصوى هي 3 أسابيع. ننتظر في صورة عدم وجود طعون مجلس الهيئة سيجتمع للمصادقة نهائيا على هذه النتائج. يقع إرسال القرار النهائي إلى مجلس نواب الشعب والغرفة الثانية لمجلس الوطن للجهات والأقاليم لتحديد جلسة مشتركة لأداء اليمين بالنسبة لرئيس الجمهورية. كشف وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ أن تونس تتوقع صابة زيت زيتون في حدود 340,000 طن، مما يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لتأمينها. وأكد أهمية ضمان حسن سير الموسم على مستوى الجني والتحويل والترويج، والعمل على المحافظة على الجودة ومزيد تثمين زيت الزيتون بتطوير الصادرات من الزيت المعلب. وشدد وزير الفلاحة على ضرورة إيلاء الأهمية للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون ووضع آليات لذلك. وطالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوجيه الدعم من الزيت النباتي المورد إلى زيت الزيتون حتى يتمكن التونسي من الاستفادة أكثر من هذا المنتوج الوطني والصحي. ودعا المستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحين فتح بن خليفة في تصريح للأخبار، دعا إلى ضرورة دعم الفلاح التونسي عوضا عن الفلاح الأجنبي. الدولة تورد كل سنة 180 ألف طن من زيت النباتي، وندعم فيه بمقارب 320 مليون دينار. اقترحنا نوجه الدعم هذاك لزيت زيتون التونسي، ندعم الفلاح التونسي أولا، نحافظ على العملة الصعبة متاعي ثانيا، إذا لزم نضاعف حتى منحة الدعم ونمتع التونسي من الاستهلاك من 30 ألف طن يتعدى 60 ألف طن. فيها فوائد اقتصادية، فيها محافظة على العملة، فيها تشغيل، فيها صحة، فيها برشة جوانب اجتماعية اقتصادية. وعلاش أنا ندعم في فلاح 180 ألف طن؟ اليوم عندنا تجربة تونسية أخرى في الزيوت النباتية اللي هي السلجم الزيتي، بدينا ننجو فيه في تونس، وعندنا شركة تونسية تحول سلجم زيتي لزيوت نباتية ذات جودة عالية يجي في الترتيب العالمي بعد زيت الزيتون. دعم تجربة تونسية لإنتاج زيوت نباتية وتمكين المواطن التونسي بالدعم متاع الدولة اللي كان ماشي لزيت نباتي باش هو اللي يستهلك زيت زيتون. أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في اجتماع مع ممثلين عن الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي والغرفة الوطنية لمصنعي القهوة أمس وصول شحنات إضافية متتالية من القهوة خلال الأيام القليلة القادمة، ودعت إلى ضرورة عقلنة الشراءات المهنية في حدود الحاجيات وتفادي عمليات التخزين للقطع أمام الممارسات الاحتكارية ومحاولات المضاربة التي ستعمل مصالح المراقبة على تتبعها.
نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار دائما من الإذاعة الوطنية التونسية. المكملات الغذائية تجارة رائجة في تونس يلتجئ إليها البعض أملا في تحسين الصحة العامة، فيما يعتبرها البعض الآخر خطرا على الصحة ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها كبديل عن الطعام الصحي والمتوازن. كوثر العرقوبي وتقرير في الموضوع. غالبا ما تظهر لنا إعلانات على التلفزات وصفحات التواصل الاجتماعي لمكملات غذائية للتخسيس وتكبير العضلات وأشياء أخرى، فهل نحصل على الصحة والتغذية في حبة دواء؟ أنا فيها الحديد في البروتين. ما نتصورش أنها ضرورة صحية، مواد ما نعرفوش عليه كيش تخدمت وشكون جيبها، شكون قاعد يروش فيها. يعملوك كي نوع دروغ البدنك بعتلي يسحبوا حاجة يقولك هذي شو اسمه وزارة الصحة قالت راه غير صح. أنا استعملت المكملات الغذائية لمدة 3 أشهر 4 أشهر، كانت تجربة خايبة برشا على خاطر أثر فيا وفي صحتي. أول حاجة عمل لي مشكل متاع غيتونسيون دو، معناها وقعت مدة كبيرة نعالج عليها باش نجمت نرتاح. أنا ما نصحش بيه، باش تاخذ مكمل غذائي تاكل فيه ماكلة طبيعية وتقد بها برد. وأثبتت بعض التحاليل احتواء بعض المكملات المروج لها على الفيسبوك لمادتي الرصاص والزئبق، حسب مدير عام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عبد الرزاق لهذيلي. الانترنت ما تمش حتى رقابة توا عليه. توا تم 1250 مكمل غذائي اللي ما يستجيبش للقوانين هذايا اللي جاتنا فيهم دي ديكلاراسيون. البيع نتاعها بيع عشوائي، التخزين ما نحكيوش عليه، بعث مكمل غذائي. توا لاحظنا في الآونة الأخيرة وجود مكملات غذائية اللي ما يتنفسها ماهيش معروفة. بعدها قمنا بالتحاليل نتاعها ولقينا فيها مادة مواد كيما مواد الرصاص، لقينا منها تحت، لقينا حاجات اللي ما نجمش تعرف، خاصة مواد اللي نجم تكون ضارة للمواطن. نطلبوا من المواطن يتحرك المكملات الغذائية. هذا هو دعت وحدة الصيدلة والدواء إلى إلزامية تنصيصه بكل وضوح على مفردة مكمل غذائي عند تعليب المنتوج، ويمنع منعا باتا التنصيص على أي دواء علاجية لهذه المكملات. تسلمت شركة نقل تونس أمس الدفعة الثالثة من الحافلات المستعملة، والتي يبلغ عددها 75 حافلة مستعملة في انتظار تسلم الدفعة الرابعة والأخيرة التي تتضمن 56 حافلة مستعملة في شهر ديسمبر المقبل. وأفادت الشركة بأن اقتناء هذه الحافلات يأتي كحل ظرفي لمجابهة الطلب المتزايد في ظل تدني جاهزية الأسطول الحالي لشركة نقل تونس، وفي انتظار تجسيم الاقتناءات الجديدة. وأضافت شركة نقل تونس أنها حاليا بصدد فرز العروض وإعداد تقرير تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية طبقا لكراس الشروط لاقتناء 300 حافلة جديدة خلال السنة المقبلة. أعلنت الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان أنه سيتم تحويل جزئي ووقتي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة الطريق الجهوية رقم 22 على طول حوالي 4 كيلومترات على مستوى بئر القصع بداية من اليوم الخميس وعلى امتداد أسبوعين. بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية اليوم الخميس، والذي وضعته منظمة الصحة العالمية تحت شعار الصحة النفسية في مكان العمل، دعا مختصون في الصحة النفسية إلى ضرورة توفير الإحاطة النفسية للموظفين داخل أماكن العمل بهدف تحسين مردوديتهم وأداء مؤسساتهم. وقال رئيس الجمعية التونسية للطب الشغل، رئيس قسم طب الشغل بمستشفى شارل نيكول نزار العذاري، قال إن العطل المرضية طويلة الأمد لأسباب نفسية تشهد ارتفاعا مستمرا في تونس، ولا سيما في القطاع العام بسبب التأثيرات المباشرة لظروف العمل على الصحة النفسية للموظفين. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
أهلا بكم من جديد. في أخبار العالم، تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى ومدن في الجنوب اللبناني والبقاع، مخلفة المزيد من الضحايا. غارة إسرائيلية جديدة استهدفت في وقت مبكر من صباح اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي علم الشعب والناقورة جنوبي لبنان، واستهدفت غارات إسرائيلية مرتفعات بلدة بوداي ومحيط مدينة بعلبك بالبقاع وبلدة سحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان. في المقابل، قتل ضابط إسرائيلي وأصيب جندي بجروح خطيرة في معارك مع مقاتلي حزب الله بالضاحية الجنوبية. يأتي ذلك بعد مقتل إسرائيليين في قصف صاروخي من لبنان على مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود شمالي إسرائيل، فيما أصيب 6 أشخاص إثر صواريخ سقطت على حيفا. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق في سبب فشل المنظومات الدفاعية في اعتراض الصواريخ التي أطلقت من لبنان على كريات شمونة وأدت إلى سقوط قتيلين. ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم أن القبة الحديدية للدفاع الجوي لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان باتجاه كريات شمونة. وذكر حزب الله أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية حاولت التسلل من محيط راس الناقورة باتجاه منطقة لمشيرفة، وفجروا عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية أخرى أثناء محاولتها التسلل إلى بليدة. وعلى الجانب الآخر من الحدود، قال الحزب إنه قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في منطقة زفولون وبساتين المنارة ومسكاف عام وكفر جلعادي وكريات شمونة وحتسور وصفد ومستوطنة أمنون شمال طبرية، واستهدف قاعدة راعم العسكرية جنوب الجولان السوري المحتل. سياسيا، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن على إسرائيل تجنب أي هجوم في لبنان شبيه بالذي تشنه في قطاع غزة، بعدما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان بدمار شبيه بما حل في غزة. في اليوم 370 من العدوان على غزة، واصل الاحتلال قصفه المدفعي وغاراته الجوية على مناطق عدة من بينها مخيمات النصيرات وجباليا وخان يونس، بعد أن بلغ عدد الشهداء في القطاع 72 خلال 24 ساعة الأخيرة. وفي الضفة الغربية، صعد الاحتلال حملته في مناطق عدة في حين اندلعت اشتباكات بعد اقتحامه مخيم الفارعة جنوبي طوباس بعد ساعات من استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مدينة نابلس. 7:13 بتوقيت تونس، 9:13 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا فاروق الزرعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وقد جاء فيها اليوم انتهاء فترة تقديم الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، ولا طعون إلى حدود مساء أمس. وزارة الفلاحة تدعو إلى تأمين إصابة زيت الزيتون، واتحاد الفلاحة يطالب بتوجيه الدعم من الزيت النباتي المورد إلى زيت الزيتون. وصول شحنات إضافية متتالية من القهوة خلال الأيام القليلة المقبلة. المكملات الغذائية ومدى فعاليتها في تحسين الصحة العامة لدى الأشخاص كان محور تقرير في النشرة. وفي العالم، مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.